السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مقاصد الإسلام الأمن والأمان والسلم الأهلي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة، وأول كلمة قالها: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لماذا بدأ بالسلام؟ بدأ بالسلام إشارة إلى أن استقرار الدولة بالسلم الأهلي، فبدأ بالإصلاح بين المتحاربين كالأوس والخزرج ومؤاخاة المهاجرين والأنصار، ثم معاهدات سلمية للمخالفين في الدين. عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في السلم الأهلي في مدينة يسكنها بنو النضير وقينقاع وقريضة، فيها عرب وأحباش، فيها أبيض وأسود وأحرار وعبيد، فيها الرومي والفارسي الصابئة والوثنيون. من هنا بدأت فكرة الوطن للجميع، وأما العبادات فلكم دينكم ولي دين، وبنود الوثيقة التي كتبت في المدينة تحفظ الحقوق وترفع الظلم عن جميع من سكن الدولة. يعتبر الإسلام الأمن والاستقرار نعمة من نعم الله على عباده، وهي من مقاصد الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الله سبحانه وتعالى امتن بنعمة الأمن على أهل مكة قبل إسلامهم، فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا. إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجعل المكان وطناً آمناً، فيقول: رب اجعل هذا بلداً آمناً. وعندما أصبحت وطناً دعا الله لها بالأمان والرزق: رب اجعل هذا البلد آمناً وارزقه من الطيبات. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ربط القرآن بين الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويخبرنا سبحانه وتعالى عن سبأ إشارة إلى أهمية الأمن في بناء الحضارات: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. فالعلاقة بين الأمن والرزق وتوفير المناخ الملائم للاستثمار علاقة طردية وتساهم في مقاصد السلم الأهلي. مقاصد الدين: أن تعيش الأمة آمنة مطمئنة. رحم الله الحسن البصري حين قال: إن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك. إلى اللقاء.